طيب السيدة النائبة المحترمة تفضلي. إذن مادام هذه الظاهرة كاينة فما تجيوش تحدثونا سيد الوزير عن الجودة، وما تجيوش تقراو علينا تقارير دولية وتقول لنا بأن 70% من التلاميذ ما كيعرفوش يقراو، ما كيعرفوش الرياضيات وما كيعرفوش العلوم. هذا التلميذ كيقرا في قسم في 4 ديال المستويات، ماشي نفس السن وماشي نفس السيكولوجيات وماشي نفس المقررات، كيفاش بغيتي يركز؟ وفي الأخير كيدوز امتحان إشهادي بحال بحال التلميذ ديال المدينة. في أين هو مبدأ تكافؤ الفرص سيد الوزير؟ كتحملوا المسؤولية الأستاذ وكتحملوا مسؤولية التدبير، ما كتوفروا لي لا برامج لا وسائل ديداكتيكية، وفي الأخير كتجيو تحاسبوا معاه على عدم تحقيق الكفايات. الأستاذ في القسم المعترك سيد الوزير كيخدم تقنية التلقين، ما عندوش الوسائل حتى باش يرسم الأشكال الهندسية في السبورة، ما عندوش باش يدير التجارب، حتى من الماركور كيشري من جيبو. عندنا بنايه وحده كيتناوبوا عليها جوج الاساتذه في 6 ديال المستويات بدون بنيه تحتيه بدون كهرباء بدون وسائل ديداكتيكيه. كيفاش بغيتوا استاذ عنده ماده فيها 25 دقيقه يفرقها على 4 ديال المستويات؟ اذا وفروا لنا هذا الشيء وحيدوا لنا الاقسام المشتركه وعاد قارنونا بالدول الاجنبيه. وتحيه للاساتذه من هذا المنبر. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي من